النهارده فيديو جديد، مشتريات من هوم سنتر. اشتريت الحاجات من هوم سنتر في الفاستيفال، كان عامل سيل وحبيت اعرض لكم الحاجات اللي اشتريتها. اول حاجه عندي الاباجوره ديت، على شكل عربيه سندريلا، كيوت جدا 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 جدا. عيبها الوحيد بس ان الوات بتاعها قليل شويه، عشان المفروض يعني اضاءه الغرفه بتكون خفيفه، فهما كبين انه لو اخترت وات مثلا اعلى من المكتوب الفيشة هتفرقع، فلازم نكون حذرين في الموضوع دوت. بالنسبة للاسعار وكل حاجة هكتبها لكم تحت في الديسكريبشن. السعر اللي موجود على العلبة ده كان قبل السيل، فهم اوريدي كانوا عاملين سيل، فلا انا اخدتها بسعر اقل ما كتب كتير. كانت في القسم بتاع الاطفال اللي في الطابق الاول بالفاستيفال. عجبتني شكلها جدا لانه على شكل عربية سندريلا، ف اوفر كيوت. هي عبارة عن حديد ونازل منها الكريستالات ديت. تاني حاجة عندي ساعة ديت، ساعة مكتب على شكل مصباح، تمنها مش 69. قلت لكم ان شاء الله هكتب لكم كل حاجة في الديسكريبشن بالاسعار الصحيحة بعد الديسكاونت. انا عندي اوريدي ساعة في الغرفة بتاعتي، بس كنت اجيبها من ايكيا، بس حبيت ان انا اغير، يعني عجبتني ديت وشكلها مميز وجديد، وكمان تشتغل بالبطاريات اكيد. حبيتها يعني كيوت. هي عبارة عن ازاز والباقي كله نحاس تقريبا، ومن ورا ده الكفر اللي ورا خشب، فلا حلوة جدا جدا جدا، عجبتني لانه كده خفيفة، ممكن احطها في اي مكان، حتى اني ممكن اعلقها على الحيطة، بس انا حبيت ان انا احطها في مكان مميز يكون سهل ان انا اشوفه اول ما اصحى من النوم، اقدر ابص عليها عشان اشوف الساعة بقت كام. يعني اوكي، تالت حاجة عندي الستاند دوت بهوك من فوق من دايسو. هو عبارة عن ستاند للشمع من حديد، ومن تحت القاعدة من الخشب. كمان لونه جميل وكيوت وينفع قوي للديكور. الستاند الكيوت الصغير حقه تقريبا 7 ريال. اوكي، تالت حاجة جبت لوحتين دول من هوم سنتر، برضو سعرهم كان رخيص جدا، كمان من عند قسم الاطفال اللي في الطابق الاول. عجبني شكلهم، على شكل رموش ومكتوب كلام بالذهبي، فان شاء الله هعلقها فوق السرير مكتوب عليها stay in bed. يعني محفزة جدا للنشاط جدا، يعني فشكلها حلو عجبتني. واللوحة التانية ديت برضو نفس الشيء، كلام بالذهبي hello gorgeous، كمان كيوت ولايقة على الغرفة. عندي ثيم عندي في الغرفة ابيض ووردي وذهبي، فهتليق جدا يعني. وبس تقريبا دي كل حاجة، فأتمنى يكون الفيديو عجبكم،
واكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات لو في حاجة مثلا لازم أغير مكانها. وشكرا ان انتوا كملتوا الفيديو للآخر، وان شاء الله أشوفكم في فيديو تاني جديد. مع السلامة.